والله زوجتي وأولادها قاعدين في الدار، فصار القصف جنبنا هيك جنب الدار مطرح ما هم قاعدين، وأجاهم شظلي يعني وتوفى الله يرحمهم، استشهدوا رحمة الله عليهم. قديش العدد؟ والله العدد يمكن تقريبا 15 نفر كانوا في الدار موجودين، ونازحين من غزة كمان كانوا عندنا موجودين، الله يرحمهم. بس هيك أكثر من هيك بقى الواحد ما بيقول، بس رحمة الله عليهم. طب إيش رسالتك لهذا الاحتلال المجرم اللي بيقصف المنازل المدنية وبيقتل الأطفال وبيقتل النساء؟ والله بنقدر نقول بس حسبنا الله ونعم الوكيل، أكثر من هيك مش حنقول شيء، بس واللي كاتبه ربنا بده يصير، الحمد لله على كل حال. أنا عندي زوجتي وبنتي وابني طبعا فوق، وجماعة لي كمان برضو قاعدين في الدار. طيب يعني نحن نتحدث أمام فقد عزيز وحالة صعبة للأسف، والكل يعاني منها في غزة، كيف يعني تلقيت هذا النبأ المؤلم؟ والله إشي صعب يعني، أكيد إشي صعب، بس الحمد لله زينا برضو زي أي ناس. طبعا كل غزة دمرت وتبهدلت، في يعني الشهداء كتير، والحمد لله. ايش بدنا نقول اكثر من هيك؟ والله اكثر من هيك ما بقول شيء، والكاتب ربنا بيصير.